لماذا تمنعك شركات الطيران من حمل ترمومتر أثناء الرحلات الجوية؟ إذا قرأت لائحة المواد الممنوع حملها على متن الطائرة، قد تفاجأ بأن الترمومتر الزئبقي العادي من ضمن مواد أخرى تبدو مؤذية وقابلة للاشتعال من أول وهلة. يتفاعل الزئبق مع بعض المواد الأخرى مثل الألمنيوم الذي يدخل في تركيب الطائرة بشكل قوي، ينتج منه مادة جديدة تسمى ملغم، وهو مزيج فلز بالزئبق، والذي بدورها تحدث عملية تآكل كيميائي في أجزاء من الطائرة. ينفق صانع الطائرات ساعات طويلة على عمليات التأكد من منع التآكل في الطائرة ومقاومته، وهي مدة أطول بكثير من تلك التي يهتمون فيها بالمشاكل الميكانيكية. كل من رأى عملية تفاعل الزئبق مع الألمنيوم سيؤكد أن الأمر ليس مبالغا فيه. إنه تفاعل قوي وسريع، يمكن أن يدمر صفيحة من الألمنيوم في دقائق ويحولها إلى ذرات من الملغم. وبمجرد حصول أي شك بوجود ترمومتر في الطائرة كفيل بأن يمنع الطيار من الإقلاع. فإن كنت مضطرا إلى حمل مواد فيها زئبق على متن رحلة جوية، فمن الأفضل أن تعلم المسؤولين مسبقا ليسمحوا بشحنها كبضائع خطرة.